خاصة في ضوء التبعات الخطيرة للأزمات العالمية على هذه المنطقة العربية. ولا شك أن أزمة الغذاء وما يتعرض له الأمن الغذائي من تهديد تمثل أولوية مهمة، ونأمل أن تشهد القمة تدشيناً لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي في وقت تشتد فيه الحاجة لعمل تكاملي وجماعي لمواجهة الفجوة الغذائية الخطيرة التي يعاني منها العالم العربي، فضلاً عن الأوضاع الاستثنائية والطارئة في بعض دولنا ومنها الصومال على سبيل المثال، والذي يقف نحو نصف سكانه على شفا المجاعة.